السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني خواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما وعدتكم اللي غنديرو غنتكلموا فيه على التقرير الفرنسي ديال المخابرات الفرنسية اللي تحط على المكتب ديال الرئيس إيمانويل ماكرون، وكذلك بغينا نشوفوا الحوار ديال الرئيس تبون مع لو فيغارو وشنو قال فيه، والعلاقات المغربية الفرنسية. هذا كله مهم لأن التقرير الفرنسي ديال المخابرات خطير جدا، ويوصي الرئيس الفرنسي بأشياء معينة وخصوصا في قضية الصحراء المغربية. قبل ما نبدأ هذه المواضيع كنطلب منكم عفاكم كالعادة ديروا الإعجاب وكتبوا لنا تعليق وبارتاجيو. كتعرفوا دائما اهم حاجه، اهم اسلوب تدعمونا به هو الاعجاب، وكتبوا تعليق ولو دير غير قلب، وطبعا الشكر موصول لكم ولكنا. اذا اخواني اخواتي، مدير المخابرات الفرنسيه الخارجيه دي جي اس او امي بيرنار امي كان حط واحد التقرير سري للرئيس الفرنسي ماكرون بطلب من ماكرون. هذا التقرير شنو هو الموضوع ديالو؟ الموضوع ديالو بما ان العلاقات الفرنسيه المغربيه وصلت الى الطريق المسدود. شنو كنقصدو هنا بالطريق المسدود؟ ان المملكه المغربيه، المغرب اليوم سنه 2022 ما بقاش قبل الموقف الفرنسي غير ديال دعم المقترح ديال الحكم الذاتي في الامم المتحده ولف هيئات أخرى. المغرب يطلب من فرنسا بالخروج موقف واضح ودعم شنو؟ السيادة المغربية على صحرائه، عملا بمواقف ديال الدول العظمى أمريكان، ألمانيا وكذلك إسبانيا، كلهم كيعترفوا بالسيادة المغربية إلا فرنسا الدولة اللي كيجمعنا معها تاريخ. فدار هاد التقرير هذا. اولا خصنا نعرفوا مدير المخابرات الفرنسي الخارجيه راه صديق ديال الجزائر والنظام العسكري الجزائري، وكان سفير تما في الجزائر ومقرب من الجنرال جبار مهنا، صديق ديالو ومقرب وتعاونوا على بزاف ديال الملفات، بل اكثر من هكا الجنرال جبار مهنا اللي خرجوا تبون من الحبس خرجوا باش هاو كينضم ليه الزياره ديال ماكرون الاخيره الى الجزائر اللي وقف عليها ونظمها هو مدير المخابرات الخارجيه جبار مهنا، الجنرال جبار مهنا، بتنسيق من مدير المخابرات الفرنسيه امي لا دي جي اس او. اذن كنهضروا على الرجل، واحد الرجل صديق للنظام العسكري وسفير سابق فرنسي في الجزائر. أعطى التقرير لماكرون، قلنا التقرير طلبوا ماكرون، أشنو نديرو؟ خصنا نحسمو، وماكرون قال المخابرات قولوا ليا إما هنا ولا هنا، يعني واش نمشيو مع المغرب ونعترفو بالسيادة المغربية؟ طبعا على حساب مصالحنا في الجزائر، ولا نمشيو مع الجزائر طبعا على حساب تاريخنا مع المغرب ومصالحنا المشتركة مع المغرب، المصالح المغربية الفرنسية. التقرير نزل عند الرئيس الفرنسي وتحط عنده في المكتب ديالو. التقرير عنده علاقة، تقرير جيو استراتيجي وعنده علاقة بفرنسا وكيفاش كتشوف الجزائر، وعنده علاقة بروسيا والصين. التقرير تيقول للرئيس أودي مصالحنا مع الجزائر كبيرة، ودارت لنا تنازلات بخصوص الطاقة، الغاز، البترول، أكثر من هكا. التقرير كيقول أن الرئيس تبون عرض على الفرنسيين يدخلوا في شراكة في سوناتراك، الشركة الحكومية سوناتراك اللي هي أغنى شركة في القارة الإفريقية بسبب أنها الشركة ديال الغاز والبترول الجزائرية سوناتراك، يدخلوا الشركاء في سوناتراك.
قريت يقول الرئيس ماكرون عندنا اكثر من 500 شركه فرنسيه كتخدم في مجالات مختلفه، وعندنا عقود كنبيعوا لهم الطوموبيلات، خدامين لهم في الطاقه، في الضوء، بزاف ديال المشاريع. عطاونا كل شيء، عطاونا 25% ديال المعادن النادره اللي موجوده في الجزائر واللي كتدخل في تكنولوجيا سياره المستقبل، الطوموبيل ديال الضوء. نفس المعادن اللي كاينه في التروبيك، جبل التروبيك المغربي اللي كاين تحت البحر. والتقرير كيقول ماكرون راه كاينه الصين وكاين روسيا وراهم كيزاحمونا في الجزائر. الصين خدات لنا العقود والكونترادات ديال البناء ديال الطرقات والجسور والمعامل، وكدير تما الفيرمات، كتربي الدجاج، كتربي البقار، البهايم، شاده السوق خصوصا البناء والبنيه التحتيه، شادها الصين وشركات صينيه. روسيا التقرير كيقول ودي روسيا خدات الصفقات ديال الاستخبارات وتكنولوجيا الاستخبارات، اما سوق السلاح فهي كتاخذ منه حصه الاسد، لان اكبر كليان في القاره الافريقيه اللي كيشري السلاح الروسي هي الجزائر. وحنا فرنسا عندنا مصالح وعندنا شركات، وحنا في القاره الاوروبيه وعندنا ازمه مع روسيا، والجزائر عندنا الغاز. نعم المغرب عنده الغاز باش ينتاج ويصدر، خصنا نتسناو حتى 2025. لكن الجزائر يا سيادة الرئيس عطتنا كل شيء، عطتنا اللي طلبناه واللي ما طلبناش. اما المغرب راه كنشوفوه داير معنا نت للنت، الاقل هادو راهم منبطحين والركوع وما كيقولوش لنا لا، عطاونا كل شيء. المغرب نت للنت. والتقرير كيقول ماكرون الابناك المغربيه جرات عينا من افريقيا، كيقولها ليه صراحه. والمغرب طالبنا بموقف، وحنا ما عندناش مشكل نخرجوا بموقف، لكن غنخسروا المصالح وغنخسروا الجزائر. والموقف ديالنا اصلا من المغرب ماشي سلبي، ايجابي، اننا كندعموا مقترح الحكم الذاتي، كندعموه في الجمعيه العامه، كندعموه في مجلس الامن، اذا ماشي شي حاجه خايبه. اذا في النهايه بماذا يوصي تقرير المخابرات الخارجيه الفرنسيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون؟ كيوصيه بالحفاظ على الموقف الحالي وعدم تغييره، اللي هو اصلا بالنسبه لكاتب التقرير وبالنسبه للمخابرات الفرنسيه وحتى الخارجيه الفرنسيه انه المغرب انه موقف لا يؤذي المغرب وشيئا ما في صالح المغرب، اننا كندعموا الحكم الذاتي وما كنديروش المغرب العصيه في الامم المتحده ولا في مجلس الامن. هادشي اللي كيدير التقرير، تيقول ليه النهايه والخلاصه خلي الموقف الفرنسي على ما هو وما تبدلوش، راه خسروا هنا لهادشي الجزائر. هذا من جانب، من هادشي اللي كيدير التقرير. من جانب اخر كيبقى شنو غيقول الرئيس الفرنسي، حيت خصنا نفهموا واحد الحاجه اخواني اخواتي، تقارير الاستخبارات ملي كتحط في المكاتب ديال الرئيس رؤساء الدول باش تساعدهم على صناعه القرار، الرئيس الفرنسي ماشي ضروري يدير هذا التقرير، لا، لكن كيساعدوا على اتخاذ القرار، حيت فرنسا شعرات انها خصها تاخذ موقف، ان المغرب وصلها للزاويه، وان الظهر ديال فرنسا مع الحيط، بقات ترجع اللور حتى لقات الحيط، ما عندهاش فين ترجع، خصها تخرج بموقف. الزياره الاخيره ديال وزيره الخارجيه الفرنسيه منذ ايام قل من سيمانه طرات فيها شي حاجه خطيره جدا، وخص تعطى ليها الاهميه اللي كتستحقها. لاول مره وزير خارجيه المغرب كيستقبل نظيره الفرنسي وزيرة الخارجية الفرنسية كورونا، وكيتكلم معها باللغة العربية عبر ترجمان، وتيقولها ديري ديك اللعيبة في ودنك، ديري مدام كورونا ديك اللعيبة في ودنك، راه ما غاديش نهضر معاك بلغتك، انا نهضر معاك باللغة العربية وكاين ترجمان بيناتنا، غيترجم بيناتنا.
هذه رسالة دبلوماسية أن بيناتنا ما بقاش ذاك الحوار المباشر. نعم السفير رجع، لكن واش ما لاحظتوش إخواني خواتي أن السفير الفرنسي الجديد ما استقبلوش ملك المغرب، ما خداش منه أوراق الاعتماد، رغم أن العرف أن سفير الدولة كيمشي وشكون اللي كيتسلم منه أوراق الاعتماد؟ العرف الدبلوماسي رئيس الدولة المضيفة، داك الضيف رئيس الدولة هو اللي كيتسلم منه أوراق الاعتماد. شفنا مثلا السفيرة المغرب لالا جمنة مني قدمت الأوراق الاعتماد ديالها لمن؟ الرئيس السابق ترامب، وشفنا الصور ديالو معها في المكتب البيضاوي وشاد أوراق الاعتماد. هاد المرة شكون اللي خدا أوراق الاعتماد من السفير الجديد لكوختي وزير الخارجية بوريطان؟ ليس ملك المغرب. حتى هذه رسالة أخرى على فين هي، فين كتاج العلاقات المغربية الفرنسية. نعم التيار بين البلدين بدا كيرجع، داك الضو اللي كان مقطوع الضو رجع وشعلوا البولات، وجا السفير وجات وزيرة الخارجية، وكان المفروض ماكرون غادي يجي شهر الجاي يناير 2023، شهر الجاي العام الجاي. سمعنا بان الزياره تاجلات، ما بقاش تعنات، ربما شهر فيفري شهر جوج، وربما تزيد عاوتاني تزيد تاخر. تفاع ديك الزياره تفاع، ماشي مشكل حتى 2025 كاع. هذه كلها اشارات ان نعم العلاقه الدبلوماسيه رجعت، رجع شي شويه الدفء في العلاقات، رجع السفير يعني لتسهيل الخطاب والتواصل، لكن المغرب دائما كيشفت كيصيفط رسائل عبر الملك عبر وزارة الخارجية أننا مازال كنتسناو الموقف ديالكم، ولن نتنازل على أننا نتسناو منكم موقف جديد. ما تقولوش إننا كندعموا مقترح الحكم الذاتي، راه كاينه 90 دولة في العالم، أكثر من 90 دولة كتدعم مقترح الحكم الذاتي، أكثر من 90 دولة. إذن فرنسا المغرب كيقول لفرنسا الموقف ديالكم ماشي شي حاجه جديده. طبعا لا يرتقي الموقف الامريكي، اعتراف صريح بالسياده المغربيه على صحرائه ليس احسن من الموقف الالماني، وطبعا الموقف الاسباني اقرب منكم لقلب المغرب بمراحل، اذا ماشي شي حاجه جديده. لذلك احنا كنطالبوا منكم تعترفوا بالسياده المغربيه، وأن الصحراء قطعة أرض مغربية بشواهد التاريخ وحقائق الجغرافيا. إذن عندنا تقرير الفرنسي، عندنا اللقاء وزير الخارجية مع وزيرة الخارجية الفرنسي وزير الخارجية المغربي، عندنا استقبال أوراق الاعتماد ديال السفير الفرنسي الجديد من طرف وزير الخارجية وليس ملك المغرب، وعندنا كذلك كلام بوريطا مع وزيرة الخارجية الفرنسية ماشي بلغتها، باللغة العربية بلغة البلاد وعبر مترجم. سيري شوف عندنا اللي يترجم لك، ما غاديش نقولوا سيري شوف اللي يترجم لك، كاين اللي يترجم لك. هذه كلها رسائل واضحة أن هذا مغرب جديد. في المقابل في الجزائر خرج لنا الرئيس الفرنسي حوار مع لو فيغارو، مجلة الفرنسية العريقة، مع لو فيغارو، وأخبار خرجات خطيرة جدا كتقول أن هذاك الحوار رتب وتدرس بعناية فائقة ما بين المخابرات الجزائرية والمخابرات الفرنسية ووزارة الخارجية الجزائرية والوزارة الخارجية الفرنسية. سؤال جواب، سؤال جواب، هاشنو تقول لتبون وهاشنو تقول يا تبون؟ والأول مرة تعطات الفرصة لتبون يقول الموقف ديالو بخصوص تواجد الفاغنير في مالي وفي منطقة الساحل. شنو خرج تبون كيقول في هذا الحوار؟ أنه ضد التدخل الروسي الفاغنير في مالي وفي الساحل. الأخبار كتقول إخواني خواتي أن هذا الحوار فرنسا هي اللي طلبته، وزارة الخارجية والإليزي هما اللي طلبوا من تبون يقولوا ليه شنو يقول
باش يعطيه فرصة يقول الغرب أنني خديت مسافة من روسيا، ويكون هذا الحوار بداية علاقة جديدة بين الجزائر وفرنسا، وأن فرنسا غادا ترجع كيف كانت ويرجع النفوذ ديالها في مالي والساحل أولا ثم الجزائر. إن تبون يدين تواجد الفاغنير في مالي والساحل لأول مرة، عمرو ما كانت يدين الفاغنير. تبون في هذا الحوار ما دانش الجيش الروسي لكن الفاغنير اللي هي جيش خاص مرتزقة. طبعا مني كدين الفاغنير راك دين حتى الجيش الروسي، راك هذا موقف من روسيا. وباش راكو فرنسا تعطي الجزائر فرصة يقولوا العالم والغرب والاتحاد الأوروبي وخصوصا الناتو وعلى رأسها أمريكا إننا بدينا كناخدو مسافة من روسيا، وكذلك روسيا تفهم أن هناك ترتيبات تحت الطاولة وراء الستار وسرا مع فرنسا ضد روسيا، وأن نحن الجزائر اختارينا روسيا. بالنسبة للمغرب تبون قال الكوتي الفيغارو وصل للمغرب، وصل لقطع العلاقات المغربية الجزائرية، الجزائر طبعا هي اللي قطعت العلاقات. وقال تبون أن سبب أننا قطعنا العلاقات الدبلوماسية مع المغرب نهائيا باش ما نتجنبوش الحرب، باش ما نديروش الحرب. كان إذن تبون شنو كيقول، كان عندنا إما الحرب وإما قطع العلاقات، إلا استمرنا راه غنتحاربوا معاهم، نتحاربوا مع المغرب. فاحنا اختارينا قطع العلاقات، قطع العلاقات تجنبا لخيار الحرب. هذا كلام غريب، حيت الدول كدير حرب حتى علاقات مقطوعة. أسباب الحرب كثيرة، الحرب هي اللي ممكن تلقى لها 5000 سبب، 5000 سبب من أسباب الحرب، ماشي مشكلة، أي سبب ممكن يؤدي للحرب، أي سبب. لذلك الحروب تفتعل، أسباب الحروب تفتعل، صناعة بحال المصنع كتصنع صناعة، ممكن تصنع سبب وتقولي وهذا هو سبب الحرب. لكن شنو ما قالش تبون، شنو ما قالش تبون ملي قال اننا كنا غنتحاربوا، شنو اللي ما قالش؟ اللي ما قالش انه في الحقيقه هزموا المغرب في كل شيء، في الرياضه، في السياسه، في الدبلوماسيه. وعلاش هاد العصبيه؟ علاش هاد العصبيه؟ حيت الانتصارات الاخيره ديال المغرب في القرقرات ومن بعد القرقرات، ما نساوش ان ابتداء من احداث القرقرات اللي هي بالضبط 13 نوفمبر 2020، والمغرب سيطر قصوى على المنطقة ديال الصحراء المغربية وشرق الحاجز الأمني، لدرجة المغرب دفع أكثر من 15 كيلومتر ما كيتحركش فيها ولو عنصر واحد من البوليزاريو، وحول ما يسمى بالمناطق المحررة إلى المناطق المحرمة. محرمة عن من؟ محرمة على البوليزاريو. اليوم المغرب الأجواء في الصحراء المغربية وشرق الجدار السيطرة مغربية مطلقة بنسبة ماشي 100%، 1000000%. أجواء المغرب سيطرة على كل شيء، البوليزاريو ما بقاش قادر يدير العمليات ديالو. لذلك تبون عصبي وقال لهم قطعنا الأجواء، قطعنا العلاقات الدبلوماسية باش ما ندخلوش في حرب. اللي كاين ان كانت غتبدا بحرب بالوكالة عن طريق البوليزاريو، وصرفتي عليهم منذ البداية ملايير الدولارات، وجهزتيهم الاحداث القرقارات انها تكون انطلاق العملية، عمليات عسكرية وانطلاق الحرب بالوكالة، كانت تدوم مفروض تخطيطات باش تدوم سنوات، ما طرت حتى شي حاجة. ديك النار اللي كانت غتشعل المغرب دفعها وبسرعة فائقة وسيطر على كل شيء. لذلك تبون الحرب كنا غنتحاربوا، اللهم قطعنا العلاقات. لو فيغارو سولتو على الموقف ديالو من المنتخب وهادشي اللي طرا المغرب، قال لك فرحنا لهم حتى هما فرحوا لينا منين ربحنا كأس إفريقيا. فهو بغى غير يذكر انك الا حققتوا هادشي المونديال، وصلتوا للمونديال، حنا ما وصلناش للمونديال، الربع النهائي، المنتصف، النصف النهائي،
الربع الذهبي وصلتي للمربع الذهبي، درتي شي حاجه ما دارهاش ولا بلد افريقي ولا بلد عربي، لكن حتى حنا راه بحنا كاس افريقيا. وقال انا شجعت المغرب وفرحت المغرب كما الشعب المغربي فرح للشعب الجزائري للفوز ديالو لكاس افريقيا، وهذا صحيح. الا انه كيلعب واحد اللعبه في هذه الكلمه اللي قال الفيغارو، كيلعب ديك اللعبه ديال ان الشعب الجزائري راه شعب شقيق، وكيقول بطريقه غير مباشره ان النظام هو اللي عندنا معاه مشكل، وراه كيقولها وصراحه تيقول لك عندنا مشكل مع النظام الملك، وعندنا مشكل تاريخي وعدو استراتيجي، ومشكلتنا هو الملك وهذا وخصو يتبدل. لكن حقيقه الامر واش النظام المغربي عمرو حارب النظام الجزائري؟ ومن يحارب الاخر؟ وشكون اللي كيدير الاخر العصا في الرويضه؟ وشكون اللي كيجهز جيش ومرتزقه وميليشيات من اجل محاربه الاخر؟ واش المغرب ولا الجزائر؟ كنعرفوا الجواب بطبيعه الحال، هو الدوله اللي هاك اللي هذه 50 عام صرفات ملايير الدولارات وما صورت حتى شي حاجه. وكما قلت انتصارات المغربيه انتصارات سياسيه دبلوماسيه رياضيه في جميع المجالات. المغرب حاصر الجزائر ما لقات ما دير، ومن بعد قطعت العلاقات الدبلوماسيه سدت الاجواء وشفنا المواقف الاخيره. تبون كعادتي في هذا الحوار مع الفيغارو جاب واحد الكذبه، وهو ممكن تسميه عبد المجيد كذبون، حزن عبد المجيد تبون. قال لك هنا في الجزائر كيعيش 80,000 مهاجر جزائري، منين جبتي هذا الرقم تبون؟ قال 80,000، في حين المنظمه ديال الهجره الدوليه كتقول لك هنا كيعيش في الجزائر 1000 مهاجر مغربي على اقصى تقدير 1000، وكاين واحد 1000 تونسي، وكثر من 4000 شي شويه ديال الليبيين بسبب شنو كاين في ليبيا. اما ليبيا دوله كبيره وغنيه تعداد بشري صغير، المفروض المواطن الليبي كيعيش في بحبوحه بحال داكشي المواطن القطري. فهو قال لك 80,000 رقم خيالي، لكن معروف الكذوب ديال الرئيس تبون معروف كذاب. الا تمشي تشوف المنظمه العالميه ديال الهجره وشؤون المهاجرين يخطلقى 1000 مهاجر جزائري، وبالعقل كما كنقولوا. الى المواطن الجزائري حتى هو كيحرق بحال المغربي وعنده اسباب انه يحرق، وكاين البطاله وكاين مشاكل، ها شد الصف على السميد، شد الصف على الحليب، شد الصف على المقارونيه والحراقه دائما، كل عام اسبانيا كي عشرات الالاف غير اسبانيا بوحدها ديال الحراقه. واش هل يعقل ان 80,000 مغربي غادي يجي يهاجر الجزائر؟ وقال انهم يعيشون مع راسهم بخير، ما عندهم حتى شي مشكل، وهذه كذبه اخرى. وكيذكرنا شنو داروا ابن المغاربه في احداث ديال المسيره الكحله، مسيره السوداء، طردوا المغاربه الناس بالسيروم، بالسيروم ديالهم لحوم الحدود بالسيروم، ناس ما عندهم حتى علاقه بالمغرب. نعم بواه مغربي ولا مو مغربيه، لكن مولود في الجزائر، والمشاكل السياسيه ماشي ذنبو، حتى هو شدوه ولحوه هكا بصندالتك، لا كنتي حجيان لابس ما لابسش، بالطريقه اللي دخلوا عليك حيث كنت انت في الحانوت ولا دارك ولا في شي بلاصه، اي بلاصه ولا في قهوه يهزوك ويلحوك عند الحدود. إذن فينا يعيشون بسلم وسلام؟ ما كاينش اكثر من 1000 بشهاده المنظمه ديال الهجره الدوليه. لكن اخطر حاجه اخواني اخواتي هي الانبطاح الجزائري لفرنسا، لان هذا الحوار بعد ديال الفيغارو لاش كيرتب، كيرتب لزياره تبون العام الجاي اللي غتكون في البدايه ديال العام، شهر واحد ولا شهر جوج، غتكون زياره رسميه. حيت كيما جا فرنسا، كيما جا الرئيس الفرنسي الصيف اللي فات، ها هو تبون جاي. هنا فرنسا حسباتها واحد الحساب دقيق جدا، قالت كاودي بما ان المغرب ما مستعد شيء يستقبل ماكرون، بما ان المغرب يعامل فرنسا معامله نديه
حنا انداد دابا وبغيناكم تخرجوا بواحد الموقف. ويا ما استغلتوا المغرب ويا ما نهبتوا المغرب الاحتلال ديالكم الاستعمار وسرقات الثروات يا ما ايوا دابا غير ديروا خطوه ديروا خطوه مزيانه تسجل لكم وتعترفوا بالسياده المغربيه اللي نتوما كتعرفوا ان اراضي مغربيه وانتوما اللي رسمتوا الحدود وشديتوا اراضي مغربيه وعطيتوها للجزائر اللي هي الصحراء الشرقيه. وهذا موضوع ثاني. المغرب ما كيطلبش شي حاجه من كثر من داكشي اللي كيملكو. المغرب لا يطلب كثر من داكشي اللي ديالو هو ما كيطلبش. فهذا الحوار جاء رساله للمغرب ان دابا فعاود لي ماكرون غادي يجي للمغرب غادي نجيبو عندنا تبون. وتبون في هذا الحوار راه كتشوف الاستسلام التام لفرنسا. اخواني اخواتي اللي بغيكم تعرفوا في الحوار ديال تبون مع لو فيغارو ان الاسئله والاجوبه مرتبه بدقه شديده. هالسؤال هالجواب هالسؤال هالجواب الاسئله حددتها الخارجيه الفرنسيه وحتى الاجوبه اللي قالها تبون حددتها الخارجيه الفرنسيه. علاش؟ لان تبون والنظام العسكري كانوا حاولوا يبتزوا فرنسا باش طرا داك المشكل ديال الهويه الفرنسيه وكذا 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 حاولوا يبتزوا. لكن عرفوا انهم ذكرتهم فرنسا بان انا راه السيد وهما شنو قالوا لها؟ نعم صحيح وحنا العبيد. لان فرنسا هي اللي عطات لتبون الاسئله وحتى الاجوبه باش هكا يتاكد من انه تبون الخادم خادم فرنسا بحالو بحال رؤساء الجزائريين السابقين. هما اللي رتبوها شنو كذا وهما اللي اختاروا يدخلوا روسيا. لان لا معنى ان تبون يدخل روسيا المفروض يحافظ على العلاقات ديالو مع روسيا. فهما قالوا ليه ها شنو المصير اللي كينتظر النظام العسكري وها هو الثمن اللي غدفعوه الى استمرت الجزائر على التقارب مع روسيا. وها من طبيعة الحال نتائج وها باش غنجازيكم لو وقفتيو مع الغرب وفرنسا والناتو مع امريكان ضد روسيا في الازمه الروسيه الاوكرانيه. وتبون والرئيس ديالو شنكريحة كلهم قاسوا وسددوا وشافوا فين كاينه المصلحه ديالهم وعرفوا ان روسيا ابتداء وانتهاء هي الخاسره في النزاع في اوكرانيا. نعم روسيا راه هي غتخرج خاسره ما غاداش تربح الا اذا استعملت النووي ومن الصعب تستعمل النووي لان الغرب لن يسمح بسقوط اوكرانيا. فروسيا خاسره طول المشكل 50 10 سنين روسيا هي اللي غتخسر. مساله محسومه حيت هي اللي تعدات وهي اللي استولت على اوكرانيا وهجوم والقرن 21 ما كيقبلش دابا دوله تحت دوله اخرى. اول مره في تاريخ الجزائر المعاصره دارت واحد الموقف اللي فيه الحكمه واختارت بالفعل الوقوف في المكان الصحيح من التاريخ. لكن من الجهه المقابله ديال المغرب المغرب يرفض الانبطاح لفرنسا. المغرب يرفض انه يكون عبد ديال فرنسا. المغرب قال لا لفرنسا. واخطر حاجه من ايات وشواهد ان المغرب يقول لا لفرنسا ان وزير الخارجيه يستقبل وزير الخارجيه المغربي يستقبل وزيره الخارجيه الفرنسيه كاترين كورونا ويتكلم معها باللغه العربيه ويقول لها ديري الكيت باش يكون بيناتنا ترجمان. هذه شي حاجه خطيره جدا وكتبين فرنسا فين غادي المغرب. ان المغرب اليوم يختار امريكا يختار اسرائيل يختار العالم الانجلو ساكسوني يختار شركاء في السياسه والاقتصاد والدبلوماسيه جدد ولا يهم ماشي مشكله حتى لا يهم الجغرافيا ولا القرب. ما يهم هو المواقف والمصداقيه والرجوله. فرنسا لمسات هادشي وفهمات اخطر حاجه ان المغرب ما تراجعش في هاد الامورات نهائيا وتيصيفط لفرنسا رساله بعد رساله. يكفي ان السفير الجديد ما استقبلوش رئيس الدوله ما استقبلوش الملك بل استقبلوا وزير الخارجيه.
هادو كلها رسائل فرنسا كتفهمها، وعلى ضوء هاد 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 هادشي كامل فكان التقرير الفرنسي السري ديال المخابرات الفرنسيه اللي فرنسا سرباتو بالعماد باش كيوصل للمسامع ويقراو المغرب وتقرا الجزائر ويعرفوا في غدا فرنسا، انه يوصل الرئيس الفرنسي ما تغيرش الموقف ديالك، خليك راه واخا هكاك موقف كيدعم الحكم الذاتي المغربي اللي مساله تزعج الجزائر، ما عجبهمش داك القضيه كيعتبروها انحياز. والمغرب ما كي المغرب ما تيقول لك المغرب نعم موقف ماشي سلبي، نعم ما كتحاربش المصالح المغربيه، نعم ما كديرناش العصا في الرويضه في الامم المتحده وهيئات دوليه اخرى، لكن سئمنا طلع لنا في راسنا هادشي. وكيفاش ان دول اخرى جات غير البارح واعترفات بالسياده المغربيه والمواقف ديالها متقدمه على الموقف الفرنسي، اللي المفروض فرنسا بحكم العلاقات والتاريخ ديالها مع المغرب تكون سباقه لهذا الموقف. فرنسا المفروض تكون قبل امريكا في الاعتراف ديالها بالسياده المغربيه، ويكون الموقف ديالها اكثر ايجابيا من المانيا واحسن موقف الاسباني، لكن هذه الدول المجتمعه كلها المواقف ديالها احسن بمراحل من الموقف والمواقف الفرنسيه. فلهذا التقرير الدار وتحط امام تحط في مكتب الرئيس الفرنسي، وجات الخطاب ديال لو فيغارو وهضروا مع الجزائر وشفنا المواقف المغربيه الصامده وصارمه صامده وصارمه وكتقاوم وممانعه ممانعه. هذه دولة ممانعة، أن اليوم المغرب دولة أخرى ممكن تعامل مع الصين تعامل مع روسيا، أعطى الله الشركاء في التجارة والاقتصاد والسياسة مكيناش في فرنسا، أعطى الله الدول الكثير الكثير. نرجع للسؤال اللي طرحته في الأول، أشنو غادي يدير الرئيس الفرنسي؟ لأن إخواني إخواتي فرنسا ضمنات الجزائر، والتقارب الفرنسي الجزائري نعم جديد، لدرجة أن الرئيس الجزائري تبون من ذلك اللجنة الجزائرية من جهة الجزائر اللي غتفحص وغيدرسو وغيناقشو ما يسمى بالذاكرة المشتركة اللي غيبداو يخدموا عليها. هناك لجنة من جهة الفرنسيين ولجنة من جهة الجزائر غيتكلموا على كل شيء وغيناقشو كل شيء وغيكتبوا كل شيء، الذاكرة والاحتلال والاستعمار وشنو دارت فرنسا في الجزائر. تبون ما علمش على الأسماء ديال اللجنة الجزائرية، شكون هما هاد الناس اللي خيخدمو مع فرنسا اللي كتابت الذاكرة، والرجوع للصفحات والتفتيش في الذاكرة والرجوع لصفحات الذاكرة وتفتيش الذاكرة وكتابة التاريخ ديال الذاكرة المشتركة. ما قالناش شكون هما من جهة الجزائريين نهائيا، علاش؟ لان هناك يضحيو بالكثير، يضحيو بالكثير، يضحيو بالتاريخ، واحتمال كبير يخليني يزوروا التاريخ من اجل عيون فرنسا الزرقاء والخضراء، من اجل عيون فرنسا نديروا كل شيء. علاش؟ السؤال هو علاش، علاش هذا الانبطاح؟ اسباب مهمه، من اهمها انه نظام عسكري، هذه الاولى، ونظام لا شرعي ولا وطني وغير مقبول ومكروه شعبيا، لكن اخطر حاجه نظام اللي كيضمن الحياه ديالو والاستمرار ديالو في الحكم هي باريس، لانه هو نظام عسكري باراده فرنسيه، نظام بحال الدول الافريقيه اللي كيدير العسكريه اللي كيحكموها الكولونيلات والجنرالات والانقلاب ومن بعد انقلاب عن انقلاب وكلها انقلابات عسكريه وكل حكم عسكري برضا فرنسي، كل شيء مالي دابا المجموعة العسكرية اللي كاينة في مالي ودول أخرى في إفريقيا اللي كيحكمها الحكم العسكري كلها بمباركة فرنسية، حكموا وخلينا حنا نتوما لكم الحكم وحنا لنا الثروات، نخليكم تلعبوا بالفتات، نعم أنتم السلطان وحنا لنا الجاه والمال. ونفس الاتفاق هو اللي مجال ساري مازال ساري ما بين باريس والمرادية ولا ما بين باريس ورئاسة الأركان لطماجور بقيادة شنقريحة.
نتوما لكم السلطان وحنا نتقاسوا معنا الثروات والطاقه والمعادن النادره والشركات وعطيونا الصفقات كبروا لنا وشحموا لنا الحسابات البنكيه ديالنا ولكم الحكم. هذا هو الاتفاق اللي بين الجزائر وفرنسا منذ الاستقلال سنة 1962. المغرب حاجة أخرى، المغرب نظام العزة والكرامة. المغرب اليوم يتعامل مع فرنسا تعامل الند، الند للند، بحالنا بحالكم. ولما بغيتيش شيء تاخذوا الموقف اللي كانت تسناكم، وراه كانت تسناكم، راه كنا كنتسناو اسبانيا سنها شهور معدودات وكانت في الموعد. بعد اعترفات وعرفنا شنو دار سانشيز والزيارة ديال سانشيز وفطر في رمضان مع الملك محمد السادس، وهي العلاقات المغربية الإسبانية ممتازة في إطار الندية، وشعارها عدم التفريط في المصالح المغربية رغم أن علاقات إسبانيا مزيانة وتجاوزات أزمة بن بطوش، لكنها لا تفرط في المصالح الوطنية وعلاقات ندية، وأن سبتو من اللي راها مغربية. وشفنا الرسالة اللي صفت المغرب الأمم المتحدة جنيف حقوق الإنسان أننا المغرب لا يعترف بحدود مع إسبانيا، ما عندناش حدود، ما كنعترفوش، هذاك ثغور مغربية وهذاك احتلال غادي يخرج طال الزمان ولا خسر، شاءت إسبانيا ولم تشاء. لكن هذاك صورة وإدارة علاقات دبلوماسية اقتصادية جيدة مع الشريك الأول الاقتصادي إسبانيا صورة أخرى، هذيك الصورة وهذه الصورة. نفس الشيء بالنسبة لإدارة العلاقات مع فرنسا، إدارة العلاقات مع عدم التفريط في المصالح المغربية وعدم التراجع عن شرط خطوة من عند فرنسا، وهي اعتراف كامل لا بلبس لا لبس فيه بمسألة مغربية الصحراء، لكن من جهة الجزائر من طبيعة الحال انبطاح تام كامل وشامل. كتأكدوا الحوار مع لفيغارو وغيزيد يزكيه زيارة ديال تبون لفرنسا اللي ولو دابا كيلعبوا به، أننا من أجل مناكفة المغرب اللي ما بغاش يستقبلنا ماكرون حنا غنجيبوا عندنا تبون في نفس التوقيت اللي كان المفروض ماكرون يجي للمغرب. ماكرون كان المفروض يجي في شهر واحد، كانت حتى الزيارة ديال تبون غادا تكون في شهر واحد، حيت المغرب ما بغاش يستقبل ماكرون. ولاحظوا معنا انه هنا فاش كتبان العضلات السياسيه ديال اي دوله. شحال مره كنقول ان المستعمرات السابقه ديال فرنسا راه خصك تكون عندك عضلات سياسيه باش تقول لا لفرنسا، ماشي مسال، خصك بالفعل تكون عندك عضلات سياسيه كي تقول لا للمستعمر السابق اللي عند باله هو كيصدر لك التكنولوجيا ويصدر لك الثقافه حتى اللغه ديالو الفرنكوفونيه، وطبعا كيبغي يخليك في حاله الكليان، خصك انت تبقى كليان وتشري من عنده نعمات ديال رونو وسيتروين والتكنولوجيا والقطار السريع وكذا، وهو يجي يدير تدبير الضوء وتدبير الكهرباء والماء وتدبير الشؤون الصفقات ديال تدبير مثلا المدن والنظافه وكذا وكذا، لكن في اطار النديه، في اطار احترام المصالح القوميه والوطنيه المغربيه. لسان حال المغرب كيقول فرنسا باركه، تيقول فرنسا كما كيقولوا بالفرنسيه ساسوفي، ولا من احسن بلغه شكسبير اناف از اناف، الله يجعل البركه، استغليتونا نهبتونا، الشركات الفرنسيه عطيناها حقوق عطيناها توكيلات، غمضنا عينينا. راه خصنا نعرفوا اخواني اخواتي كاينين شركات فرنسيه ما كتخلصش الضرائب وكتنشط في المغرب وخدامه، وطبعا كاينه شركات لا غبار عليه، ما كنعممش انا وما كنعطيش اسماء، لكن هذا واقع والمغرب يتغاضى على هادشي حيت هكذا الامور، هذه هي السياسه وهذه هي الدبلوماسيه، وهذه هي انك كتجيب حليف، هذه هي التحالفات، ضروري خصك تضحي. لكن المغرب كيقول فرنسا ضحينا بما فيه الكفايه، غمضنا عينينا، اسكتنا،
وقت الاحتلال انهبته وسرقته وخديته الثروات استقلينا ومازال، لكن سلام هادشي. هناك صفحة جديدة. اليوم المغرب دولة قوة إقليمية اعترفت بها فرنسا، ما اعترفاتش حتى ما اعترفاتش، لو لا ما تعترفش كتعرفها في الواقع، كتعرف النفوذ المغربي في إفريقيا، الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية. المغرب كيجيب شركاء جدد ولا يهتم بفرنسا. هناك شركات فرنسية خرجت وشركات أجنبية دخلت، ما كاينش مشكلة. نرجع للسؤال المهم، واش الرئيس ماكرون غادي ياخد توصيات التقرير الاستخباراتي بعين الاعتبار، ولا غادي يدير الموقف اللي كيتسناه المغرب؟ هنا مربط الفرس، والايام المقبله والاسابيع المقبله ولا المستقبل القريب هو اللي غادي يحدد الموقف الفرنسي. الشهور معدودات وغنعرفوا شنو كاين. واش فرنسا غادي دير بهذا الشيء؟ دير طلب المغرب البسيط جدا، خطوة بسيطة جدا، أولا غادا تحافظ على الموقف ديالها اللي بالنسبة لها هي لا يضر المغرب وليس سلبي بل هو إيجابي، لأن أصلا هو دعم ديال الحكم الذاتي اللي الجزائر أصلا ما عجبهاش، والمغرب كيقول لك هذا لا يكفي. واش غتحافظ على هذا الشيء؟ واش غيبقى الموقف على كما هو على حساب علاقات ممتازة مع الجزائر اللي اختارت أنها تنبطح بسبب أن بشكة طغمة العسكرية تبقى في الحكم، أو لا الرئيس ماكرون غينقلب على هادشي كامل بنسبة 180 درجة ويعترف بالسيادة المغربية خدمة لمصالح فرنسا، حيث المصالح فرنسا كاين في الجزائر وكاين في فرنسا، غير هو المغرب كيقول له ودي هذاك شي بقايا الاحتلال ونتائج الاستعمار، وانتوما كتدفعوا الثمن ديال داكشي اللي درتو في المنطقه ديالنا، احتليتونا، احتليتو الجزائر، احتليتو تونس، واليوم كنطلبوا منكم تختاروا وتاخذوا موقف واضح. مساله مصلحتكم داكشي نتوما اللي درتوه، هذاك نتائج الاحتلال ما شغلناش، حنا كنهضروا على راسنا، والمغرب كيهضر على المصالح القوميه المغربيه. نتوما اللي غتحددوا الايام المقبله او للمستقبل كما قلت القريب هو اللي غادي يحدد شنو غادي دير فرنسا. الى رفضات ومشات مع الجزائر غنفهموا شنو كاين، لكن كذلك كتعني ان المغرب غادي يتحرر من فرنسا، يتحرر من الفرنكوفونيه، وغياخذ مصير ومسار اللي بداه اصلا. طبعا غادي يكون مسار عنده علاقه بالانجلو ساكسونيه، عنده علاقه بمزيد من التقارب مع امريكا، مع العالم المتقدم، والتحرر من فرنسا واللغه الفرنسيه اللي هي اصلا ماشي لغه علم، بنك المعلومات ما كي غير مقبوله اللغه الفرنسيه، الانجليزيه طبعا رقم واحد. ولا ننسى الموضوع اللي ديما كنأكد عليه، ان العلم والمعارف اللي موجوده مثلا غير في الانترنت 98% ديالها كله باللغه الانجليزيه. اذا مره اخرى يا اخواني اخواتي، الايام المقبله هي اللي غتبين وغتوضح الموقف الفرنسي، واش هنا ولا لهيها، غتسدا وما غنتسرعوش. وكذلك حتى الزياره المقبله ديال ماكرون احتمال تكون هي المناسبه اللي غتخرج فرنسا بموقف واضح شنو اخترت، لان الزياره مهمه. وكذلك لا ننسى دائما كنتسناو الصفقه ديال القطار السريع اللي ديال سميتو الدار البيضاء مراكش، شكون اللي غادي يشد حتى هو، غادي يدل على بزاف ديال الحوايج اين تتجه العلاقات المغربيه الفرنسيه. اما العلاقات الفرنسيه الجزائريه راه فهمناها، انبطاح ثم الانبطاح ولا شيء الا الانبطاح، والعلاقات المغربيه الفرنسيه العزه والكرامه ولا شيء الا العزه والكرامه. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعه، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.